بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عباد الرحمن لتوريد وتجارة معدات مزارع الدواجن. إن شاء الله أكلمكم عن الدفاية اللي هي الشعلة، دفاية الشعلة العادية دش بنظام التعليق. تمام، زي ما حضراتكم شايفين طبعا الدش بيكون من الصاج المجلفن. تمام، ده يعني حاجة مميزة جدا معانا، إن احنا طبعا لما بيكون جاية متلونة زي دي كده طبعا دي تفرق عن دي كتير يعني. تمام، هنيجي نبص على التكوين، هنيجي نبص على الشكل العام، هنلاقي الاتنين واحد، ولكن هنا نظافة الصاج بتريحني في اول استعمالي ليها، لما بكون مثلا علشان انا اسيح البوهية دي بتاخد معايا وقت ومجهود. تمام، وفي نفس الوقت دخانة وحشة يعني. تمام، فطبعا زي ما حضراتكم شايفين كده دي دفاية بتكون القطر بتاع 80 سنتي مزودة بمحبس، زي ما حضراتكم شايفين كده المحبس ده بقدر اعلي واوطي منه مستوى الحرارة ومستوى النار. في نفس الوقت انا عندي هنا الصدفة بتكون برضو ايه حاجة محملة، يعني شايفين حضراتكم سمك الحديد، وهنا التوزيعة برضو توزيعة الصدفة دي برضو بتبقى ايه يعني حاجة محملة برضو. تمام، على الرغم ان يعني الطبق معايا وسط حاجة كويسة برضو، الا ان ده اهم حاجة عندي. انا عندي هنا بستعمل صاج مجلفن، طبعا الصاج اللي حضراتكم شايفينه ده اكيد اكيد بيكون طبعا اغلى من ده بكتير، ولكن المميز هنا الجلبانة دي بتريحني في اول استعمالي ليها. طبعا ده بيكون مكان الفونيا، يعني ده حاجة بسيطة خالص، احنا حبينا نعمل فيديو استثنائي بدون تجربة، عايزين نسيب لكم التجربة. التجربة موجودة عندنا على القناة، هنسيب لحضراتكم لينك الفيديو في الوصف. تنسوش تدعمونا بلايك وشير، ده فيديو سريع عن الدفاية الدش العادية اللي بنستعملها، يعني ده حاجة على القديم يعني. تمام، خلاف طبعا الشغل الحديث، بس طبعا زي ما احنا عودناكم بنوفر كل ما يلزم مستلزمات المزارع سواء الجديد او التقليدي المعروف. عباد الرحمن لمستلزمات المزارع.